إذا أراد الله تعالى أن يقبض روح عبد من عباده أرسل إليه ملك الموت ليقبضها، فإن قبضها قال الله تعالى لملك الموت: يا ملك الموت، أقبضت روح ولد عبدي ثمرة فؤاده وفلذة كبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى لملك الموت: وماذا قال عبدي؟ فيقول ملك الموت لله تعالى: حمدك واسترجع، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى لملائكته: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصرا. الجمع الطيب الكريم. وصلنا إلى ختام هذه الليلة القرآنية العطرة التي تقيمها عموم عائلات الطحان الطيبة الزقازيق شرقية، تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج جمال محمد الطحان الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. فاللهم إني أسألك وأتضرع لك يا أرحم الراحمين أن تبعثه يا رب مع الشهداء والصالحين والصادقين وحسن أولئك رفيقا، وأن تسقيه من يد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اعتلى منصة التلاوة الآن ذلكم القارئ العلم الإذاعي الكبير أحد أعمدة الجامعة الطاروطية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كلاما جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء
ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن فما يكذبك بعد.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك بسم اقرأ باسم ربك
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى اللهم ارحمنا بالقرآن واكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن نور بيوتنا بنور القرآن نور قبورنا بنور القرآن وسع مدخلهم بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن أدخلهم الجنة ببركة القرآن يا حنان يا منان اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشفي امراضنا وامراض المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وجهنا وجهنا إليك يا الله وأرجعنا ظهرنا إليك يا الله لا تردنا خائبين ولا مطرودين يا الله دعوناك كما أمرتنا يا الله فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زيادة في شرف صلى الله عليه وسلم ثم هدية منا إلى أصحابي وأزواجي وأموات أمتي وإلى روح والدنا الراحل الكريم الحاج جمال محمد الطحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كان مسك الختام لذلكم العلم القرآن زعيم أحد أعمدة الجامعة الطاروطية فضيلة القارئ العلم
الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ والكاتب بطاروط مركز زقازيق محافظة الشرقية، والذي يتبعنا كثيرا عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام والقنوات الفضائية المصرية، والذي يتبعنا في فجر الأربعاء القادم إن شاء الله. شاكرين لصاحب الأعمال الفراشة عميد مكون الفراشة من محافظة الشرقية الحي صلاح أبو حسين، إدارة ولده المهندس ياسر صلاح والمهندس محمد صلاح الطيبة الزقازيق الشرقية. شاكرين لصاحب شركة الأوائل في عالم التصوير والبث المباشر مصور حفلات الديانية المهندس المتألم دائما ناصر صلاح الزقازيق الشرقية. شاكرين لعميد الصوتيات المهندس المتألم دائما والمتخصص في عالم الصوتيات المهندس مؤمن الفكهاني النخاس الزقازيق الشرقية. شاكرين أيضا لعميد بفهات مصر أحمد الجاري الطيبة الزقازيق الشرقية. كان معكم أسرة أبو عبد الحليم كفر أبو عجوة الزقازيق الشرقية. شكر الله وسعيكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.